حبدوش ونبيل عسلي فو ان تري بون ديو دو سيناريست هما قراب بزاف ديجا كخاوه دونك هما قريب يعيشوا كيف كيف دونك يكتبوا كيف كيف يلعبوا كيف كيف منذ سنين وسنين وسنين هي كتابه ذكيه جدا وهما اذكياء ديجا ونظن لو ما غلطش في السيناريو طارق بودراع هو اللي ديريكتور فوتو منتج ديريكتور فوتو اي تري جون طارق بودراع دونك اكسيلون ترافاي وحبيت ندير برك تحيه لرابعه اللي مثلت ذا سترونغ اندبندنت وومن العام اللي فات جيرل باور العام اللي فات بردت لنا كاع قلبنا في المسلسل اي سيتي ديفوني اون تريند عند البنات خاصه على تيك توك اي رابعه ولات بطله ما كناش نستناو هاد يعني الخرجه اكزاكتومون سي لو مو رابعه سترونغ اند بودنت دابا جمال ثاني بدا نروح الاشعار جمال نعم قبل يعني مباشره بعد اعلان الجزء الثاني من مسلسل البطحه يعني بدات تكهنات وخلق نوع من السسبنس ديجا هذا حلقه اولى او خطوه اولى نحو النجاح هذا الجزء الثاني على ما اظن لكثير من الناس في مواقع التواصل بداو يتساءلوا كما قالت الاخت نبيله قالوا باللي خلاص الجزء الاول كيفاش راح نروح الجزء الثاني لكن لما نشوفوا طاقم العمل ونشوفوا انه كتابه سيناريو نبيل عسلي ونسيم حدوش اللي هما كما كنتوا تقولوا عندهم كومبليسيتي بالاضافه الى انهم عندهم دراسه جيده لتركيبه المشاهد الجزائري وعقليه المشاهد الجزائري عندهم كل ادوات الكوميديا الهادفه كل ادوات الكتابه لانهم رافقوا المشاهد طيله سنوات نظن انه الجزء الثاني هذا راح يرفع التحدي وراح يكون عنده نجاح لانه راح يعكس انا حسب اعتقادي راح يعكس كل تساؤلات الجمهور اللي كانوا في الجزء الأول كما قلت البداية كانت الناس ما فهموهاش نظن أنه الجزء الثاني راح يجاوب على كل هذه التساؤلات ولا يمكن للمخرج أو كاتب السيناريو أن يجيب من الحلقة الأولى يعني هذا ولا تكنيك التقنية أنك تخليك تتسائل كما كانت تقول فريدة شكل شخصية هذه منين جاءت كيف كان فلاش باك على الأقل لا لما يبرون بعد يبرون بعد يعني يخليك خلي الحلقة الثانية الثالثة تظهر شوف الحلقة الأخيرة كيف نقول الحديث تاعنا عن البطحاء حديث آخر كاين حديث آخر في بداية الآخر يكتب لك هاد الاحداث وقعت قبل البطحه ولا هو يخليك هكذاك بالعاني دارها باش يخليك تتساءل جوستمون المسلسلات هكذا ما داروش وي لو كاستيون يخلي المشاهد يتساءل وانا لاحظت لو سمحتي فريده شيء جميل في هذه الحلقه انه ان عبيد بشبح وضعنا في فضائين الفضاء النسائي الحفل والعرس والعرس تاع باريزا الصيفيه والفضاء الرجالي الصراعات والحسابات والاموال الى غير ذلك فضائين وكان منحاز في رايي للفضاء النسائي حق الاولى صح كان اكثر سترونغ اندبندنت من نمشي وهذه قاده لو سمحت بسرعه بسرعه نظن انه كي كان في السجن وقال راني خارج فهمنا باللي راهو في الجوجمون الاولين جو بونس ان انديس باسكو هو اللي فيغ دي جوجمون شحال كان عنده وفي العام اللي فات كان عنده واقيلا 12 وفي هذه الحلقه قال عندي 4 هو يؤرشفها بالاحكام القضائيه اللي عنده فوالا سي دي انديس هكا اللي لازم الواحد يستوعبهم صح هو كما ثاني امينه قالت فكره مهمه حول انه استغلال تاع النجاح تاع العمل نذكروا باللي جبنا هنا كتاب السيناريو وجبنا نبيل عسلي وين كان عندهم تخوف في الذهاب الى الجزء الثاني لانه دائما يقال بان الجزء الثاني لا ينجح مثل الجزء الاول اصعب اصعب بصح هما كانوا اذكياء في انهم شافوا كاين نجاح للشخصيات تاع برنو ونتاع كاع الشخصيات اللي كانوا قالوا مازال هذه الاحداث يمكن تمديدها واستغلالها وهذه مليحه ثاني فكره مشروعه انه نزيدوا نستغلوها باش تنجح لانه الناس حبه هذا النوع حبه هذه الشخصيات